ريسورس، لان الاقتصاد هو علم الندره، الفلوس نادره، الموارد نادره، خصني نمشي نوجهها واحد التوجه معين. الى وجهتها لواحد الاتجاه حرم اتجاه اخر. وبالتالي 85 درهم اللي كان ممكن نحدث بها واحد الدوره اقتصاديه ايجابيه في واحد المكان حرمتهم ووجهتها لواحد الاتجاه اخر. المشكل هنا اللي وجهته لواحد الاتجاه يعني اخر هو انه 85 درهم غتمشي بالعمله الصعبه. شحال غنبيع الفوسفات، شحال غنبيع الماطيشه، شحال خصك المغربي تخدم باش توفر 8 دولار ونص. 8 دولار ونص، لان هذه الشركه غادي خصها تخرجها بالعمله انا جو سوي با كونتر تجي ماكدو ولا يجي اللي بغى يجي المغرب بلد منفتح الحمد لله كلشي بغى يدير يدير. غير هو خصنا كنسكنوا على التراث اللامادي. عطيت مثال في التراث اللامادي في الجانب الغذائي ديالو، في الثقافه الغذائيه. لكن ممكن نشوفوا هذا الشيء، نشوفوا مع مانغو، نشوفوا مع زارا، نشوفوا مع عدد كبير ديال الشركات العالميه اللي راه كتجي في اطار هذه العولمه، وعلاقتها باللباس، علاقتها بالثقافه، علاقتها بالفن، علاقتها بغيره بغيره بغيره. تنوع ثقافي جميل جدا والانفتاح رائع جدا جدا، لكن هذا الانفتاح يجب كذلك ان ناخذ بعين الاعتبار المحافظه على التراث اللامادي ديالنا. لان احنا الان احنا في واحد في واحد في واحد نقولوا في واحد نقولوا صراع، وانما نقولوا في واحد في واحد في واحد التدافع ما بين الحضارات، ربما للضحايا ديالو وهما الناس اللي ما كيحافظوش على الثقافه والموروث ديالهم. ف يعني من 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 الاليات اللي كتخدمهم العولمه في السيطره او في الوصول لتحقيق هذا الشيء اللي كنمشيو نتكلموا عليه، وهما الشركات العابره للقارات، هاد لي ميتي ناسيونال. هاد الشركه العابره للقارات اصبحت يعني في مداخلها وفي ارقام معاملاتها تفوق ما تنتجه الدول. نعطيك مثال بطيوكا ولا بجنرال موتورز ولا بول مارت ولا بغيرهم، راه داك الشيء راه داك الشيء كبير بزاف 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 بزاف. المغرب كنقولوا المغرب كينتج 130، كتلقى شركه وحده كتنتج 485. وول مارت مثلا على الاحصائيات ديال 2017 485 مليار، يعني تقريبا ثلاثة المرات ما ينتجه المغاربة جميعا. الدولة المغربية بالقطاع العام ديالها والقطاع الخاص والقصة التضامني والاجتماعي وكلها، حنا المغاربة كامل كننتجو أقل من وول مارت في ثلاثة المرات. يعني شي حاجة اللي هي خيالية. هاد الشركة العابرة للقارات ما جاتش غير يعني غير هكاك، هي كانت واحد ربما من الثورة الصناعية ومن يعني سيطرات النظام والكلاس يعني الاقتصادي الرأسمالي مع الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والكينيزية وغيرها وغيرها، كلهم كيأكدوا على واحد المبدأ وحيد أساسي، وهو احترام مبدأ السوق في التعاملات الاقتصادية. يعني أنا غادي ننتج شي حاجة إلا كان السوق كيبقى يطلبها، ممتاز جدا، رائع جدا جدا. المشكل اللي كيوقع أن هاد السوق هناك عوامل تؤثر فيه، هناك عوامل تؤثر يعني في هاد السوق. أنا ملي كنجي مثلا وكنحاول ندير إشهارات وكنحاول ندير يعني كنحاول نقنع الناس باستهلاك انواع معينه من المأكولات او من اللباس او من السيارات او من غيرها ومن غيرها ومن غيرها، فانا اوجه الناس في اتجاه معين. وبالتالي هذا مبدا السوق جميل جدا، لكن المبدا ديال السوق يقتضي خمسه الامور اساسيه اللي مع الاسف الشديد على ارض الواقع ما كنلقاوهاش. منها الشفافيه. السوق ما كاينش، ما عندناش فيه شفافيه. السوق الان بصفه عامه ما عندناش فيه شفافيه.
نسى ملي كتبغي تشري ملي كتبغي تمشي تفطر وكتبغي مثلا تشري العسل عندنا الناس علاش كيهربوا الان من استهلاك ما هو محلي لما هو بين قوسين لابيليزي اللي عنده داك واحد يعني لابيل نشري من مرجان ولا نشري من سوق السلام ولا من كارفور ولا من غيره علاش لان هذيك لا تراسابيليتي انا كنقول الا شريت العسل من عند داك التعاونيه علامه استفهام كنخاف هاد الشفافيه هذه ربما نقدر نلقاها اكثر في سوق كبير علاش لان هناك معايير ديال الجوده والمراقبه وغيرها 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 فمثلا خدينا هذا الجانب هذا فقط وحاولنا غير الجانب ديال الشفافيه وحاولنا اننا نصاحبوا المنتجين المحليين ديالنا الاقتصاد التضامني والاجتماعي باش انهم ينتجوا منتجات تلبي حاجيات الناس وعرضها بكل شفافيه تاكدوا مني بانهم المغاربه غيبقاو يشريو لان الان كاين الان المغاربه وعاو بالاهميه ديال الانتاج المحلي والماكله الصحيحه على حسب الصحه ديالهم وغيرها وغيرها وبالتالي هنا غادي نرجع ربما لشي امور من بعد شنو هو الدور ديال الفاعل السياسي والمجتمع المدني في هذا الجانب هذا فالمبدا باش نكمل هذه الفكره هذه المبدا ديال السوق مبدا مهم جدا كيعطينا اقتصاد السوق مبدا السوق كيعطينا اقتصاد السوق رائع المشكل اللي عندنا دزنا من اقتصاد السوق الى مجتمع السوق اقتصاد السوق هنا اقتصاد السوق اننا كنتبايعوا ونتشاراو بناء على مبادئ السوق العرض والطلب ما تيشغلات ما غنشريهاش الحولي ديال العيد غالي ما 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 غادي نعيدش هذا راه السوق عادي جدا جدا لكن فوقاش كنوليو فوقاش كنوليو كنطيحوا في واحد الفخ خطير جدا وهو ملي كتولي عندنا ديك لا مارشونيزاسيون ديال لي فالور تسليع القيم تسليع القيم كنحبك بناء على شي مصلحه ماديه فيك كنحاول نتقرب ليك ولا كنحاول نتعامل معاك ولا كنحاول ندير معاك علاقات الى اخره بناء على مصلحه ماديه معينه هنا كندخلوا لمبدا مجتمع السوق لا مارشونيزاسيون ديال فالور هاد القضيه هادي شنو هي التبعات ديالها وهو انه هناك قيم في الموروث اللامادي ديالنا غير سمحوا فيها النية ما عندنا ما نديرو باش من النية شوف كون سيدي ومولاي وكون ولد الوقت النية راه ما بقاتش خدامة في هاد الزمان هذا إذن حنا شنو صوبنا علاش؟ لأن الموروث ديالنا اللي كان فيه واحد القيم وفيه واحد النوع ديال وفيه واحد العلاقات مبنية على يعني قيم غنمشيو نزولوها وغادي نمشيو غادي نرجعو لما هو سوقي اللي في